بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح جابر الصباح ولي العهد حفظه الله ورعاه، معالي السيد مرزوق علي القانم رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب المعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، معالي الوزراء المحترمين، الأخ الفاضل وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة، زملائي أعضاء هيئة التدريس، الضيوف الكرام، أبنائي الخريجين والخريجات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني باسم جامعة الكويت أن أرحب بسمو ولي العهد في رحاب الجامعة، وأن أتقدم لسمه بخالص الشكر والتقدير لرعايته لهذا الحفل الموحد الذي يقام لتكريم أبنائنا الخريجين والخريجات. وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على إيمان سموه بأهمية الجامعة والدور الذي تؤديه في خدمة وطننا الكويت. السادة الحضور، إن جامعة الكويت مؤسسة إنتاجية تقوم بإثراء المعرفة وإعداد الكفاءات البشرية الصاعدة وتنشئتها علمياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً، وهي مؤسسة استثمارية تعمل على زيادة رصيد المعرفة والاستفادة من ثمار التراث العلمي وتنمية الثروة البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية ومستواها الحضاري والاجتماعي. غير أن للجامعة طبيعة خاصة تقاير طبيعة غيرها من المؤسسات الإنتاجية الأخرى، إذ أن موضوع الإنتاج فيها هو بناء الإنسان ليصبح قادراً على النهوض برسالته التي كلفه الله بها. والعنصر البشري المادة الأولية يختلف باختلاف المستوى الاجتماعي والاقتصادي الذي ينتمي إليه، وواجب الجامعة التعامل مع كل هذه العناصر لخلق الإنسان المتكامل الشخصية. وما احتفالنا اليوم إلا تقديم فئة من الشباب الناضج الواعي للعمل في المواقع المختلفة بدولتنا الكويت الحبيبة. سمو ولي العهد، أذنوا لي بالتوجه بكلمة إلى أبنائنا الخريجين والخريجات. أيها الأبناء الأعزاء، إن لوجود سمو ولي العهد بيننا في هذا اليوم العزيز علينا وعليكم يشد على أيديكم ويبارك لكم في تخرجكم ليدل على اهتمامه بكم، فأنتم مستقبل الوطن، فكونوا عند حسن الظن بكم وليكم عملكم تفانياً وإخلاصاً لخدمته، فلا خير في فرد لا يعطي العمل حقه، ولا خير في أمة لا يقدر أبناؤها قيمة العمل الذي يعملون به مهما يكن هذا العمل. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن العمل عبادة، وأن الإخلاص فيه وإتقانه أمر من رب العالمين، إضافة إلى أنه واجب وطني لا يعادله أي واجب آخر. وفقكم الله وبارك لكم في أنفسكم ونفع بكم وطنكم وأقر بكم عيون أهليكم وذويكم. وأخيراً يا صاحب السمو، لا يسعني في نهاية حديثي إلا أن أتقدم إليكم بعظيم التقدير والامتنان نيابة عن كل العاملين في الجامعة وعن طلبتها وخريجيها لرعايتكم الكريمة حفل تخريج أبنائكم. وأدعو الله العلي القدير أن يحفظكم للكويت وأن يحفظ الكويت بكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.